بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدونه العتال المعلومات. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، ويمكن الموضوع هيكون فيه كلام اكتر من تطبيق، لان الموضوع خطير للغايه. ناس كتير بتسال ازاي امسح الصور بتاعتي اللي على الموبايل، بحيث ان انا لو بعت الموبايل بتاعي او غيرت الموبايل بتاعي او مثلا يعني مثلا اي حد استخدم الموبايل بتاعي ما يقدرش ان هو يسترجع الصور اللي كانت موجوده على الموبايل. طبعا معظمنا بيبقى ليه صور شخصيه على الموبايل، خصوصا البنات. الموضوع هيكون خطير جدا للبنات، يعني تحديدا البنات، لكن طبعا هو بشكل عام موضوع خطير وكبير. فالنهارده هنتكلم مع بعض ازاي ان احنا لو معانا صور على الموبايل بتاعنا ما يعني ما نيجي نمسحها ما حدش يقدر يرجعها مره تانية، او ما فيش اي برنامج لاسترجاع الصور يقدر يرجعها. طبعا كلنا عارفين ان في برامج كتيره لاسترجاع الصور للاندرويد، وفي برامج كتيره لاسترجاع ملفات والفيديوهات والكلام ده كله، ويمكن انا شرحت معظمها قبل كده على المدونه عندنا. ولكن طبعا دي بتكون مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للناس اللي بتكون ليها صور شخصية او صور عائلية، مثلا انت واسرتك انت واصحابك. بتبقى مشكلة ان انت لو بعت الموبايل اي حد يقدر يسترجع الصور دي. النهاردة هنتكلم عن طريقة جميلة جدا ازاي تحذف الصور اللي على الموبايل من غير اي برامج خالص، بحيث مفيش اي حد يقدر يرجعها مرة تانية. مبدئيا انت اول حاجة طبعا لازم في معلومة تكون عارفها، ان انت لما بتحذف اي صور من على الموبايل ما بتتمسحش. يعني انت لو جيت عملت لها ديليت بالطريقه العاديه، انك بتختار الصوره او الملف او اي حاجه على الموبايل بتعمل لها ديليت، ما بتتمسحش، هي بتتخزن في مكان معين في التليفون بتاعك، بحيث ان انت تقدر ترجعها مره تانية من خلال احد البرامج الخاصه باسترجاع الصور. طيب ايه الفكره؟ الفكره ان انت بيكون في مكان معين في ذاكره التليفون بتستقبل او مسؤوله عن تخزين الملفات اللي هي ديليتد او اتمسحت من الموبايل بتاعك. طيب دي مشكلة كبيرة جدا. النهاردة هتعلم ازاي ما نخليش الصور دي موجودة في المكان ده او التليفون يحتفظ بيها من غير ما نشوفها، بحيث ان مفيش اي حد يقدر يرجعها مرة تانية. مبدئيا انت محتاج اول حاجة لو انت هتبيع الموبايل بتاعك، محتاج ان انت تعمل ضبط مصنع او فورمات للموبايل بتاعك، ودي حاجة طبيعية كلنا بنعملها. انت لو رايح تبيع موبايلك بتعمل له فورمات وبتبيعه، ولكن احنا مش هنكتفي بالخطوة دي، لا، احنا هنعمل حاجة تانية برضو هتساعدنا في ان احنا نحذف الملفات اللي كانت موجودة على الموبايل قبل ما نبيعه. احنا اول حاجة فرمتناه خلاص، بعد كده هننزل ملفات تانية على الموبايل، بس طبعا تكون ملفات قديمة بقى. هتنزل اي فولدرات، هتنزل اي صور، طبعا مش شرط تكون صور شخصية ليك، لان انت كده كده مش محتاج انك تنزل صور شخصية لانك هتبيع الموبايل خلاص. فانت بتحط اي صور قديمة عندك، اي صور تالفة، اي ملفات تالفة، بتملى التليفون بتاعك او بتملى مساحة التليفون بتاعك بصور او ملفات قديمة، بحيث ان التليفون ما يبقاش قادر يستوعب اي حاجة تانية. خلاص انا هبدأ املى التليفون بتاعي فولدرات وملفات قديمة لحد ما يتملى على الاخر، ويقول لي ده مفيش مساحة او نوت اناف ميموري عشان يستقبل ملفات جديدة. طيب لازمتها ايه الخطوة دي؟ الخطوة دي بتعمل زحزحة بتزق كده، بمعنى اللي احنا بنتكلم بيه، بتزق الملفات اللي كانت موجودة على الموبايل قبل كده من المكان اللي هي متخزنة فيه بعد المسح. تمام، احنا لو افترضنا ان هنا دلوقتي في المكان ده موجود الملفات القديمة اللي احنا مسحناها، وفي المكان ده موجود الملفات الجديدة اللي احنا مسحناها، فالملفات الجديدة كل ما هتبدأ تمسح كل ما هتبدأ تقرب من الملفات القديمة، فبالتالي هيبدأ ان هي تختفي معاك بشكل تدريجي وبشكل كامل، ومفيش اي برنامج تاني هيقدر ان هو يرجعها لك. يبقى انت اول حاجة بتعمل ضبط مصنع للموبايل بتاعك. انت اول حاجة بتعمل ضبط مصنع فورمات عادي جدا، انك بتدخل على السيتنج بتاع الموبايل وبتعمل اعادة تهيئة او بتعمل ضبط مصنع من السيتنج بتاع الموبايل بتاعك. بعد كده بتاخد التليفون تحط عليه ملفات قديمه، بتملى صور كتيره بقى، ان شاء الله تدخل على جوجل وتجيب اي صور وتحطها على الموبايل. المهم ان انت تملى التليفون بتاعك صور كتيره جدا وتملاها على الاخر. ممكن تحط فولدرات صور كامله، لو انت عندك فولدرات على مثلا على اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر تقدر ان انت تنقلها، انقلها مفيش مشكله. حط افلام، حط فيديوهات، بس ما تحطش صور شخصيه تاني بقى خلاص. طالما هتبيع الموبايل ما تحطش صور شخصيه. تمام، ممكن كمان تفتح الكاميرا بتاعت الموبايل وتبدا تصور صور كتيره ورا بعض، بحيث ان الصور دي تاخد مساحه من التليفون برده وتملاها، وفي الاخر تقوم مسحها. فهي دي الطريقه السليمه لحذف الملفات بدون استرجاعها مره تانية، انك بتعمل اول حاجه ضبط مصنع للموبايل بتاعك، بعد كده بتملا التليفون بتاعك بملفات قديمه. تمام، وبتبدا بعد كده انك تحذفها، بحيث ان الحذف دوت بالحذف الجديد اللي انت حذفته الملفات اللي انت ضفتها بعد الفورمات، بتشيل الملفات القديمه اللي انت مسحتها قبل الفورمات،
ودي كانت الطريقة الصحيحة لحذف الملفات نهائيا من الموبايل. طبعا نسيبك من اي برامج بتقولك احذف ملفاتك نهائيا، مش عارف اتلف ملفاتك بحيث ان مفيش حد يقدر يعرضها او يرجعها مرة تانية، كل الكلام ده كلام فاضي طبعا. ودي برامج الغرض منها الدعاية والاعلان لاعلانات معينة على جوجل او لمواقع تانية او انك تشتريها او تدفع لها فلوس، كل الكلام ده احنا مش محتاجينه. النهاردة عرفتك ازاي تحذف الملفات، انك بتعمل ضبط للموبايل، ضبط مصنع او فورمات، وبعد كده بتملاه ملفات قديمة وتبدأ يعني بتملاه ملفات كبيرة او ملهاش لازمة انت مش محتاجها بتحطها على الموبايل، وبعدين بتبدأ تحذفها. وبعد الحذف بيتم حذف الملفات القديمة والجديدة مع بعض. وعلى فكرة هو يعني اللي هيشتري موبايل او هيستخدم موبايل او حاول يعمل استرجاع للملفات اللي انت حذفتها، مش هيرجع معاه غير الملفات اللي انت حذفتها بعد عملية الفورمات اللي احنا ضفناها عشان نشيل بيها الملفات القديمة اللي هي صورك الشخصية. تمام، ده كان موضوع سهل وبسيط لاستعراض طريقة حذف الملفات من الموبايل بتاعك. الموضوع النهاردة يا جماعة زي ما احنا شايفين انا ما استخدمتش موبايل ولا نزلت اي برامج ولا اي ابلكيشن خالص. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط تكونوا فهمتوا قصدي ايه. طبعا الموضوع هيكون فيه يعني ده خير للناس، فاعتقد ان انت لازم تعمله شير عشان دي حاجة مهمة جدا، وتضغط طبعا على اشتراك للقناة بتاعتنا وتعمل جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.